مقطعنا اليوم الشباب راح يكون مقطع حلو وحماسي بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي مو كتير حبايبي. بس يعني ركزوا معي كيف اليوم الشباب أكثركم شاف الأكيد أكيد دخل على المقطع وشايف العنوان. اليوم حبايبنا مثل ما انتم شايفين فوق 72 نيرف وجوهر و501 متابعين طلبوا مني حبايبنا على الانستغرام. شباب نزلت لكم بوست ستوري على الانستغرام وشفت معلم كثير من المتابعين طلبوا مني انه اعرف جوال يا اساطير. اوكي اول شيء والله تصريح النخبه شباب الفاير باس اي فاير باس شباب. اوكي نبلش نحرق، نعمل هيك البادجت، نعمل هيك نحرق، بلش بحرق 5000 جوهره شباب هيك على السريع. 5000 هيك جوهره تروح هيك ولا تعرف شو، خليها 10000 خليها 10000 شباب خلص 10000 راح تروح هون شباب. وين اوب 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 يلا 333 روح ها 10000 جواب 10000 جواب راحوا شباب باي باي. اوكي اوب 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 حبيبي ركز معي كيف اليوم جيتكم طريقه باللوت حبيبي في جواهر مجانيه اضافيه عن طريق الشحن بشوط الجيم، يعني الشحن اول مره بتحمل معلم بشي وضعك باللوت. ركز معي كيف حبيبي ما راح اطولكم عليكم. ركز معي اول شيء حبايبنا بتدخلون عن طريق الرابط موجود تحت بالوصف حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين. اوكي كم عليكم من بعد بتدخلوا على فري فاير، بتضغطون على فري فاير حبايبنا بتحطون اللايك تبعكم. اوكي ولا تنسوا حبايبنا الربط الحساب لازم يكون حساب مربوط. في خيارات شباب كثيره بالشوبت جيم عن طريق الشحن، عندكم قسمات قرينه، في كثير من الطرق حبايبنا متواجده حسب البلد اللي انتم متواجدين فيه. اوكي كم عليكم شباب بعدين بتدخلون على الشحن، بتعملوا الشحن بتختاروا تضغطوا على الشحن. اوكي الاحداث الموجوده من فوق بتضغطون تختاروا الطريقه اللي بدكم اياها شباب على طريق الشحن. اوكي بتعملوا استبدال، بتدخلون على الموقع استبدال جوار اضافيه باللوز. أوه. شايفين معي كيف؟ شحن اوكي بيجي كل شيء على خزنتك. لا تنسوا حبايبنا لازم يكون الحساب مربط، يعني حساب مربط تربط الحساب، بتعمل له استبدال، بتعمل اول شيء بتختار اول شيء القائمه الموجوده من فوق بتضغط عليها بتعمل شحن وضعك باللوس حبيبي والله. اوكي اللي بعده اللي بعده شباب ندخل على المتجر لنشوف شو في ما في بالمتجر شباب. 62000 جوهره صاروا حبيبي والله. اوكي ندخل على المتجر حبايبي. كل شيء شباب مو موجود عندنا شباب نحن نحرقه جد جد ندخل على المتجر. اوكي هاي نعمل هيك ما في تخزن يا زلمه هاي راحت. اوكي ندخل هون هاي عندنا مملوك هاي عندنا موجودات سكنات هذول موجودات. اوكي ادلي شوف شو في هون هذول موجودات حبايبي هون كله موجود الباقه ندخل على الباقه شوف شو في هون. اولي يا اخي انا بسكنات البنات ما بحبهم يا جماعه تيم. اوه في تخفيض حلو يلا نبلش اضرب خلاص ها هاي راحت اللي بعده شو في هون هاي ده كمان هذا كمان روح ها يا اخي معنا كان عندي الراس فقط حبيبي والله. اللي بعده شوف يعني عندي هذا الراس بس ما عندي الجسم ما جسم يا اخي والله عربي كسكين شباب ب 1200 جوهره ويلي دايم. لا 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 ما يصير لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعه. اوكي نشيل منه شو بقى هون جديد الباقات شو الباقات شو ما في باقات ما في مملوك 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 ايه يلا حلو حلو كل شيء مملوك حلو كل شيء هون مملوك معلم. بالنسبه للشخصيات نفس الشيء شباب كل الشخصيات عندي هي ما ضروري يعني نشوفهم يعني بعرف انه موجود عندي. وين؟ هون يا شباب وين؟ 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 والتقيات هذول كلهم ما عندي اياهم تكون يا جماعه اول مره اشوف خلاص فاجئ ما راح اضيع وقت شباب ما راح اضيع وقت هذا غلط شباب يعني شباب المتجر كله راح يروح اليوم المتجر كله راح يروح اليوم شباب اليوم متجر شباب وال 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 اوكي دجاج معلم الدجاج اوه بتذكر شباب هاي الدجاج شباب كان في منهم بيعملوا هيك مثل يعني بيعملوا هالدجاج بحطوه السكين هذاك الذهبي بيشبه الشاكوره شاكوره حبيبي ورا طبعا شباب كل شيء مملوك عندي راح مملوك يعني كل شيء مملوك عندي مملوك اوه تعرف التقيه حلوه شباب التقيه حلوه اوكي اوكي هي حلوه معلم شو في هون كمان شو هالشعرات شو هالشعرات هون وال 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 يا اخي شو بدي اعمل بالشعرات معلم اوكي هذول كله طلع مملوك بعدها مملوك كل شيء هون وي شو الاقنعه يا جماعه وال 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 اوكي جماعه اللي بعده والاقناع اوه ايام الاقنعه يا شباب هذول والبلوس هذول ايام الاقنعه يا جماعه الراس الحجر ديم بقى هون عندنا هي النظارات معلم او اللي هي نظارات اوه في خصم على النظارات تيم اخذوني عن خصم على النظارات حلو نظارات خصم عليهم شو في هون هي عندنا اياهم هي شو هي شو هي حسب الدشا اوكي هي زار ما كان عندي اياها حلو ما في مشكله اوكي وشو في شخصيه موضه الموضه نرجع على السماعات هذول على الاقنعه على التيشيرتات
واد واد. هذا انا اشترينا الباقه كامله وهذا كمان وهي كمان. دوك اشترينا باقات بس هي ما اشترينا باقات معنا. نشتري شو صار؟ شراء او ذهب ولا ذهب؟ جوال جوال جواهر شباب جواهر جواهر. هاي شو هاي عنا اياها ما عنا اياها؟ هاي ما عنا اياها. ندخل على الجواهر. ايه برو نجي لهون. راحت اوكي. قال مملوك اوكي. هاي خلصنا البناطيل شباب. شو باقي البناطيل؟ هذا البناطيل عندي اياه. هذا شباب نفس الباقه ذيك اللي اشتريناها. هذول نفس اشتريناها راح يكون موجود في الحزمه. حلو ما يلزم. هاي ما عندي اياها. دايم انا عملت تزويد معلم. حلوه عجبتني هاي. شو ها وات ذيس ذيس مان؟ هاي شو وين شباب؟ في اشياء جديده شباب. ما ادري ما بعرفها ولا شلون. في اشياء جديده ما ادري يا جماعه. ويلي 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 ويلي. لا يا شباب لازم ما في شيء بالمتجر. لازم نحرم جد جد المتجر معلم. فهمتوا علي كيف؟ يعني كل شيء بالمتجر شباب لازم نجيب جد جد معلم. عبيبو والله. اوكي رجع لورا. هذول معلم كذا تمام خلاص. ما بقى كل شيء تمام. الحذاءات يا اخي والله انا بعرف انه الحذاء هذا كان عندي. دايم برو هذا الحذاء نفسه تبع السكينه ذاك. ليش هيك؟ لازم كنت افتح الحزمه مش يطلع لي. هذا ما عندي اياه. هذا ما عندي اياه. هذا ما عندي اياه. هذول يا شباب بس بفتح الحزمه راح يصيروا عندي. راح يصيروا عندي هالحذاء يا زلمه. الحذاء البيض 150 جوهرة وهذا كمان. يا ربي راحت علينا. اوكي هذا شو في هون؟ ول 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 هي كانه يعني هي هي لبسه كاملة يا جماعة. والله حاطين لبسات جديدة بالرجل ولا شلون؟ تمرو هي جيب معلم. هي ما عندي اياها كان. اوكي اللي بعده هذا كمان. روح دام 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 دام. يا اخي سكنات انا بقفل بحياتي ما راح البسهم شباب. كم بقى عندنا جواهر؟ كم بقى عندي جواهر؟ طول بالكم شو متاكد؟ بقى عندنا 49000 جوهره يا اساطير. تيم برو 49000 جوهره شباب. كم هي 62 فجر وين؟ جوهره عم يروحوا شباب. عم يروحوا شوي شوي. اوكي هي ما موجود. هي رخصات كل شيء موجود. هي موجود. شو عقيبة كوكب الارض؟ حبيبي والله. تيم اللي بعده هي. اي والله كنت بعرف كيف بعرف كنت كان عندي هاي. والله حقيبات باللوز هذول معلم. هي عندي ولا ما عندي؟ ما عندنا يا جماعه. اوكي راحت علينا. لا لا شباب انا ما راح ما بدي اضمن. خلي يروح الجوال. قلت شباب عندي يعني مو تحدي انا عندي يعني شو بدك لكم يعني. حابب يوصل جولد عندي المليون بعدين بنحرق الجولد معلم. بس يوصل المليون. هاي حقيبه اللي ما اعرف شو اسمه هذا معلم. هاي كمان جماعة والله حقيبات يعني حاسس انه عم بشتريهم على الفاضي يا اخوان. بس يعني بحياتي ما راح اشتريهم يعني. بلا البسهم حياتي الحقيبات ما راح البسهم. وال حياتي الحقيبات ما راح البسهم يا جماعه. متاكد لكم 100% ما راح البسهم ابدا. اي حرام حرام اشتريها يا اخوان. اوكي هي صار مملوك. اللي بعده هون شوف فقط لوت بوكس. لا لا يا اخوان لوت بوكس. يا ربي والله يا شباب على الفاضي. صدقوني يا جماعه يعني 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 اوكي 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 اوكي. نكمل كمل وسكر بدون حكي فاضي شباب. نكمل ونكمل ونروح خلاص خلاص. والله شايف شباب انا ما راح يكفي الجواهر. ان شاء الله يكفي شوية جواهر شباب حبيب والله. ويل هذول كلهم يا اخي حبيب والله. سووني شباب اشتريهم جد جد هذول على السريع. اوكي نجي لهون. هون راح وراح وراح هون. هذول يعني شباب تعرفوا يعني حبيب والله. دول راحوا من هون. اللي بعده 100 جوهره. 100 جوهره معلم. 100 جوهره 100 جوهره. كم بقى 41؟ وين الجوهره بيروحوا يا جماعه؟ طب ما في تخفيض على هذول يا اخي. عملوا لنا تخفيض يهديكم ربي يا سمير. وال 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 خلاص فكرت خلصوا. نيوم يا اخي والله يا جماعه اغلب الموجودات هون شباب في اشياء كنا بنحصل عليهم مجانا هلا بشتريهم يا جماعه. دايم وات حلو ما فيك شيء كثير. سيارة على الخفيف. اوكي. اولي شو هي؟ هي ما كان عندي اياها لازم يكون. ما عندي اياها هي. ما مملوك اذا ما يطلع مملوك. اوكي هذا كل شيء تمام. بقيت هذه. وال 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 32000 جوهرة شباب. بقى في شيء مزرعة؟ لا 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 هالمزرعات شباب يا اخي اقسم بالله يا اخي مزرعة تعبانات يا سلمة. وات يا الله راحوا شباب خلاص راح شباب. نكمل 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 شباب. انا 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 ما اعرف شو بدي اقول لكم يا جماعه. انا لو كنت بعرف كنت ما بصور مقطع ابدا بكل صراحه يعني.
لو كنت بعرف هيك يا جماعه هذا المقطع كنت ما بصوره اصلا. يا اخي ليش صورت هذا المقطع انا؟ اوكي نصور شويه هذول الشباب على السريع حبيبي. والله قول لي قول لي قول لي وال نعمل ستوب ونكون نرجع لكم العالم كون سردن كليتون. اوكي وهيك جبنا كل المظلات شباب. بقى في مظله ما في كلهم كله مملو كل شيء موجود حبيبي والله. اوكي هلا يا شباب ما خلصنا ندخل انا على الاول خلصنا الرقص خلصنا كل شيء وبعدين ندخل. اوه حيوانات اللي في اوه هذا ما كان عندي اياه. تعال هون حبيبي تعال حلو هذا هلا اهلين قرش يا حبيبي ندخل هون. يا لطيف الرقصات اللي هون موجودات معلم. يا زلمه هات نشوف على السريع هات نشتري رقصات روح. هيك الرقصات بكون جبناهم شباب كل شيء موجود خلص اللي بعد. اولي هذول في سكنات وال وال اوه والله ما في كثير حلو ما في كثير سكنات هون يا شباب. سكنات حلو 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 ما في سكنات كثير تمام 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 حلو. اي يلا هات علي طبعا الرقصة يا اخي هذول كلياتهم شباب رقصة اقسم بالله يعني يعني عن جد يعني النمر اعلى نمر يا اخي انا ما استخدمه هذا والله. يا حلو هذا حلو هي حلو اولي اولي يا جماعه والله كنت شاريهم بالباكجات بالصناديق هون كان احسن لي يا اخوان بس يلا خلاص راحت علينا معلم. بتذكر كان يعطوا لي من شان هذا الحدث يا جماعه خلاص كان نقدر نشتريهم بالصناديق معلم كان بيطلع لنا احسن كان بس خلاص راحت علينا معلم خلاص كل شيء صناديق راح يطلع هون. اولي هذا شوف سكين هذا وهذا مكتوب عليه ناري ناري مو هيك. اوكي خلصنا من هون شو بقى. طبعا هون شو حبايبنا بكل شيء بالصناديق هذول موجودات كل شيء مملوك يعني. اوكي تبعت كل ال كل ال بالنسبه لل كل بالنسبه للمرافقين كل شيء باللوس. اوكي ندخل على الاسلحه شباب. هذا بعرف القلم هذول عنا اياهم هذول شو بقى هون ما في عنا. اوكي اقول لي هاي الثلج عنا هي الثلج كيف عندي هي الثلج يا اخي خلينا نتاكد انه عندي هي الثلج طولوا بالكم. لا والله يا جماعه ما عندي الثلج دايم برو. اوكي بعد ندخل مجال الاسلحه موجود هون هنشتري 10 صناديق نشوف حظنا معلم. اوكي طول بالك بس نعمل 21 صندوق خلينا نشتري معلم اول بشين اول صناديق يعني سعر التخفيض. اوكي 400 نشوف حظنا معلم نفتح على 10 صناديق نشوف وال وال اها طلعت لي بلوس حلو. شو بقى عندنا هون هذول عندنا اياهم هذول دايم ملوكات مملوك مملوك. اوكي شو هذا اوه لسه صح هذا ما عندي اياه دايم برو. اوكي تعالوا هون نشتري هون معلم 20 صندوق نعمل لهم تخفيض باللوز نشوف حظنا معلم نشتري 20 صندوق ان شاء الله يطلع لنا شيء. اوكي ما في شيء اوه طلع لي واحده اوه طلع لي اثنين دايم حلو باللوز خلاص تمام. اللي بعده هذا ام 60 باللوز مع دراجون تبع هذول هذول الباكجات اللي بيطلعوا لي شباب هذول دائما بيطلع لي بالسكنات هذول كل شيء اوكي بعده 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 هون مملوك 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 شو هذا شو هذا شو هذا دايم دايم هذول يا جماعه. اوكي شو هذا معنا اصبر شوف هذا معنا اياه. اوكي تعالوا شوي نعمل هيك هذا معنا سكنات بيض يا زلمه على الفاضي يعني حبيبي والله اضرب شوف شوف هات لنشوف شو راح يطلع لنا مرة السكنات تعبانات يا اخي حرام انه اضرب عليهم يا جماعه صدقوني ابيض هذا مملوك صدقوني اضرب عليهم فكروا له منهم. اللي بعده بيض هذا شو هذا هذا شو وضعه هذا معلم يا اخي عندي احلى اين يا زلمه تبعت الحاضنه بس معلش احنا نضرب 10 نشوف حظنا نشوف الواحد معلم الوضع كيف نشوف ابدا ما يطلع مش هذا رقم ممكن اذا شيء ما يطلع معلم ممكن ما يطلع لي بعدين نروح عليهم كل جولة نروح نعمل تنويع تنويع. اللي بعده وين كنا هون فمس عنا يا هذا هذا كمان مملوك مملوك دايم موجود المملوك مملوك مملوك حلو بدي اعرف انه عندي هذا بسكار عندي اياه بعرف هذا الام بي 5 هذا ام بي 5 هذا شو هذا لا والله الام بي 5 معنا يا شباب ام بي 40 معنا يا شباب ندير ابحاث نشوف كيف راح يصير هات نشوف طلعنا شيء دايم ولا لا ما يطلعنا طلعنا دايم ولا لا الله يا شباب بيض يا اخي بيض اوكي اليوم بي بعرف انه عندي هذا عنا هذا عنا مملوك 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 اوكي يا حبيبي والله حلو حلو يا اخي خبتش بدي 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 شوي جوال شباب يبقى بالحساب اذا شي حدث نحرقه حبيبي والله. اوكي اللي بعده المملوك مملوك 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 هذول هذول بعرف هذول شباب هذول كلياتهم يعني حبيبي والله هذول المناظر بعرفهم هذا مملوك نشوف. اوكي السكار هذا بنعرفه عن المملوك مملوك اوكي حلو يا اخي شو تمام 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 اوه انا بي 40 ما عندي اياه. اوكي نجرب حظ 10 نشوف حظنا معنا معنا شباب متاكد انا عندي كثير بنكشات شباب بلبس الحساب هذا الام بي 40 شباب كان كثير قديم باللوز
ويلي بيض مع الوال عصبيت معلم. خلاص شباب ما بدنا دراغون دراغون نعرف مملوك هذا مملوك عارف انه عنا اياه بلو شو بقى هي مملوك الاسلحه هذا كله مملوك مملوك اوكي اوكي وال شو هالمقله هي التعبان شو هالتلجي تلجي معنا اياها اوكي معنا اياها كان يا جماعه اوكي اللي بعده شو في هون معنا اياها كتانا هي الخضراء طب ثواني يا جماعه هي عندي اياها وكيف طلعهم معناتها اوه ما قلتوش دريت مرتين ولا شلون انا بعرف هذول عندي اياهم شباب بعرف اني بعرف وال اوكي خلاص شو في هون صناديق ندخل على السكنات هذا ما اعرفه مملوك 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 شو هذا الصندوق مملوك هون طالع مملوك هذا تبع الاسلحه هذا بعرفه هذا ما اعرفه مملوك هالسكين طول بالكم هذا اوكي سكين بنت نضرب حاجة 20 صندوق تعال كده ولا اولي حلو حلو باللوز خلاص باللوز كله طلع خلاص باللوز معلم خلاص باللوز زوني هذا بعرفه هذا بعرفه هذا بعرفه مملوك 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 هيد رخصة مملوك 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 اوكي هذول بعرف هذول يا زلمه دول قديمات بعرف هذول بعرف اكيد بعرفهم شباب هذول اقدم من اقدم السكنات موجودات حلو مملوك هذا بعرفه مملوك وشو بقى هذا هو سكاي بنعرفه انه مملوك الرقصات الصندوق الشخصيه هذول هذول قديمات يا اخي بنعرفهم حلو 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 هذول كله باللوز هذول اكسسوارات كله باللوز مملوك مملوكات هذول كل شيء هذول الراس روس اصبر نشوف الاسهل الارقام او كل احرف موجودات لازم يكون كل احرف موجودات حبيب والله خلاص باللوز ويلي باخذ 18000 جوهره شباب والوال يا جماعه هيك شباب بكون حرقنا جد جد الوضع شباب يعني عن جد صراحه تعبت مقطع طول شباب اكثر من ربع ساعه يا حبايبنا الكرام لا تنسوا كمان تشاركوا بالجوائز الموجوده بالشوب تو جيم حبيبنا جد يعني اضافات اسطوريه وباللوز حبيب والله شكرا على خير شكرا على خير باي باي.